زميلنا الكابتن محمد عفيفي. اذا الكاس اهلاوي، النادي الاهلي يفوز بكاس مصر للكره الطايره سيدات موسم 2021 بعد مباراه ماراثونيه امتدت لاكثر من ساعه ونص او ساعتين، والنادي الاهلي يفوز 3-2. وبجد الف مليون مبروك، يعني مباراه شدت اعصابنا كلنا، وبنقول لنادي الصيد هارد لك، اديته مباراه كبيره الحقيقه، وبنشيد باداء نادي الصيد. بروح لضيوفي، برحب بيهم للمره الثانيه. كابتن طبعا ندى، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عايز. كابتن يعني انجي طبعا، اهلا بيك المره الثانيه. اهلا بحضرتك كابتن. ماتش صعب قوي 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 قوي، يعني بصراحه البنات حطوا نفسهم في موقف وحش قوي، والحمد لله. بس برضه كان حلو يعني، الحمد يعني لله فرحه حلوه. الحمد لله يعني ربنا كرمهم، يعني بس يعني تعبونا. انا بس قوي بصراحه انا عايز بس اعلق بكاء اللاعبات، لانه بالرغم ان الاهلي حامل لقب الدوري واخد بطولات، يعني يمكن يعني الدوري سنين طويله متتاليه، مش عايزين يخسروا بطوله. هو ده النادي الاهلي طبعا. وهو ده لعيبه النادي الاهلي، وهي دي روح النادي الاهلي. حتى بطوله كاس مش عايزها تروح منه، متمسكين بالبطوله لاخر وقت، والحقيقه اداء رائع، وتمسكوا بالمباراه حتى النهايه في موسم استثنائي كان خلاله الكثير من التوقفات اثر بشكل او باخر على الفريق. كابتن انجي الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد يعني لله اعصابك راحت انت خالص. لا انا خلاص، مفيش اعصاب. يعني الحقيقه مباراه جيده، يمكن كان في نقطتين تحول يا كباتن، يعني من وجهه نظري ساره امين، سهيله وفيق، عندك كمان بلوكات اي الشامي. يعني الحقيقه النهارده في لاعبات كانوا زي ما بيقولوا كي بلايرز. اه طبعا انا شايفه ان سهيله كانت نقطه تحول طبعا في الجيم الخامس. سارة أمين يعني جت في الآخر برضو كان ليها دور كبير قوي. آية طبعا بعد ما نزلت تاني بعد التغيير اللي كان حصل كان ليها دور، يمكن هي كان ليها الدور الأكبر بقى آية في آخر الجيم. يعني ألف مبروك طبعا جماهير النادي الأهلي، ألف مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك الجهاز الفني والإداري والطبي، ألف مبروك اللاعبات، ألف مبروك. يعني مكسب جميل الحقيقة، و متعت يعني كان في متعه النهارده في المباراه، والمتعه الاكبر اللي انتهت بالفوز. ودايما بنكرر هارد لك نادي الصيد، الحقيقه قدوا مباراه جيده، وبنقدم لهم من هنا التحيه على المباراه اللي قدوها، لان هي دي الرياضه، هي دي الرياضه. يعني اكيد بنبقى سعداء لما يبقى في مستوى فني رائع، واكيد بنبقى سعداء اكتر لما المباراه بتخلص بفوز النادي الاهلي. وطبعا يعني لحظات هيبتدي مراسم تتويج الفرق، او يعني خلاص، يعني كل النادي الاهلي اول، نادي الصيد ثاني، نادي الزمالك المركز الثالث، سبورتنج المركز الرابع، ولكن اللي هيتوجوا اول ثلاثه اكيد. اداء النهارده رائع، والحقيقه مباراه فكرتنا بايام زمان. يمكن كنا واخدين دايما وانا وضيوفي توقعنا قبل المباراه، المباراه تخلص 3-0، بس نادي الصيد الحقيقه يعني قدم مباراه برضه كل توقعاتنا بصراحه. يعني لازم يحييهم، لازم يديهم حقهم. اه عاملين ماتش يعني فوق الرائع بصراحه، وقياده هايله من كابتن احمد فتحي، واللاعبات كلهم بلا استثناء. يعني انا بحب اشيد برضو على زينه، كانت هايله، وايه طبعا النادي كانت هايله، واللعيبه ندى مورجان كانت مفاجاه بالنسبه لي، السنتر بلوك كانت رائعه النهارده. رائعه. طب يعني ايه رايك في اداء نادي الصيد النهارده؟ لا هو بصراحه السنتر بلوك بتاعتهم كويسه جدا جدا جدا. ايه برضو ايه النادي كانت كويسه جدا. حطت الاهلي في موقف وحش، يعني احنا مش متعودين على كده خالص. حاجة زي دي المفروض. استاذنك نروح بس لمراسلنا الشريف من ارض الملعب، ومعاه لقاء مهم جدا مع طبعا يعني كينج الليله كابتن حمدي الصافي. اتفضل يا شريف. كابتن هيثم تحياتي ليك ولضيوفك ولكل مشجعي وجماهير النادي الاهلي. مليون مبروك فوز النادي الاهلي على فريق الصيد 3-2، وتتويج النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. كالعاده عاوز بطولات، دور على النادي الاهلي، عاوز انجازات، دور على النادي الاهلي. معايا صاحب الفرح الكابتن حمدي الصافي. مليون مبروك كابتن حمدي، بطوله ولا اغلى ولا اروع. النادي الاهلي غير، النادي الاهلي بطولات، بس المباراه صعبه النهارده، بس العبره بالخواتيم، والختام بيقول الاهلي بطل كاس مصر. الحمد لله طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه قويه. احنا صعبنا على نفسنا شويه بعد اول شوطين، كنا راكبين الماتش وان سايد جيم، بس الحقيقه فريق السيد قاتل في الشوط الثالث. احنا عملنا شويه تغييرات في الشوط الثالث، خسرنا الشوط الثالث في الاخر، الماتش اتقلب بعد كده، وفريق السيد الصراحه ادى بلاء حسن قصادنا، والكوره مشت معاه جدا في الشوط الثالث والرابع، كان كور كتيره قوي يعني غريبه بتنزل فينا.
هي مباراة تليق بنهائي كاس مصر. الحمد لله طبعا احنا مش كاملين، عندنا اتنين برضو اثروا معنا جدا، فريد العسقلاني ودعاء الغباشي، اوراق مهمه جدا وقويه اثرت في غيابات طبعا فينا، بس الحمد لله يعني قدرنا بالاوراق اللي موجوده معانا نقدر نعدي المباراه ونفوز بكاس مصر الحمد لله. ما لقيتش على مباراه تروح البطوله تروح، ولا كان عندك ثقه في لعيبه النادي الاهلي؟ انا عندي ثقه، مرينا بحاجات كتيره طبعا زي كده، والفولي ملوش كبير، الفولي ممكن يخلص في نقطتين في الاخر، وده اللي حصل. احنا كان عندنا ثقه ان احنا نفسنا طويل وعندنا خبرات تقدر تحسم في الاخر، والحمد لله يعني ده حصل. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كالعاده كان حاضر في المقصوره وكان بيشجع لاعبي النادي الاهلي بحراره النهارده، وفرحان جدا بتتويج النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. الحقيقه طبعا احنا كان نفسنا ان احنا الماتش يبقى اسرع من كده واسهل من كده، بس المباراه حلوه يعني، المباراه حلوه وبطوله نحس بقيمتها لان هي كانت معلقه لاخر لحظه يعني. دي اللقب لمين؟ ما دي طبعا لجمهور الاهلي واللاعبات وكل مجلس اداره الاهلي على الدعم اللي بيقدمه لنا. مبروك كابتن. شكرا 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 كابتن هيثم. ده كان نقاد مع المدير الفني الكبير طبعا والخلوق الكابتن حمدي صافي. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، عاود ليك من جديد كابتن هيثم. شريف شعبان من ارض الملعب بشكرك، ده كان لقائنا مع كابتن حمدي الصافي، ودي لقطات من ارض الملعب. كابتن محمود الخطيب طبعا بيشارك في تسليم الجوائز وحضر المباراه ايضا بالكامل. نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم من ارض الملعب، اتفضلي هنا. برحب بك كابتن هيثم وبضيوفك الكرام، مليون مبروك للنادي الاهلي فتيات الذهب، هم ابطال كاس مصر وتحقيق ثنائيه هذا الموسم. طبعا كانت مباراه كبيره جدا، ومعي في هذه اللحظات كابتانو كابتن نهله سامح. في البدايه طبعا الف مبروك، مباراه كبيره مباراه صعبه، لكن انتوا كنتوا قدها. الحمد لله، طبعا ماتشات الكاس دايما بتكون صعبه، يمكن لده احنا كنا حاسمين من بدري، كنا بنلعب مستريحين شويه. ماتش الكاس فريق الصيد فريق محترم جدا، كلهم شابات أدوا بشكل كويس جدا النهاردة. الماتش كان بيروح ويجي في الجيم الخامس، بس الحمد لله قدرنا نحسمه بخبطنا يعني. زي ما انت بتقولي المباراة كانت صعبة، الماتش بيروح ويجي كل بوينت لبوينت، ازاي قدرتوا تتعاملوا مع الموضوع ده نفسيا؟ اكيد توتر كبير، مباراة نهائية، مباراة كاس. طبعا يمكن هو ده اللي فرق في الاخر، ان فريق الصيد معظمهم شابات، عندنا الحمد لله في خبرات كتير في الملعب قدرت تحسم الماتش لينا. مليون مبروك مرة تانية يا كابتن. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقائي مع الكابتن وكابتن نهله سامح. طبعا التغطيه مستمره وحصريه على قناه النادي الاهلي، عوده ليك مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم مراسلتنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين اللاعبين لاعبي نادي الصيد او لاعبات نادي الصيد ولاعبات نادي الزمالك والاجهزه الفنيه تلتقط الصور التذكاريه مع كابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ورئيسه واسطورته. والحقيقه طبعا كابتن محمود الخطيب حريص زي ما هو حريص على حضور مباريات كره القدم، ايضا حريص على حضور مباريات الالعاب الاخرى، وده اكبر دعم معنوي. حتى مجلس اداره اغلبه موجود، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط رياضي والاستاذ الضماطي عضو مجلس اداره. وزي ما حضراتكم شايفين حضور الملعب بينتهز الفرصه لالتقاط الصور مع كابتن محمود الخطيب. وطبعا انا عايز اقول لكم انه ده اكبر يعني دافع معنوي. حتى كابتن محمود الخطيب وهو خارج البلاد في الامارات اتصل بفريق كره الطائره رجال بعد فوزه على طول ببطوله الدوري وهنأه. يعني كابتن محمود مش بعيد خالص عن الالعاب الاخرى، وده يعني بيبقى اكبر دعم للفرق. والحقيقه احنا لما كنا لعيبه لما يبقى في رئيس نادي كبير بهذه القامه ويشارك اللعيبه فرحتهم وحتى يكون قريب منهم بتبقى لحظات جيده جدا. طبعا شايفين حضراتكم الاستاذ الضماطي عضو مجلس اداره، وكابتن سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته، واعضاء الاتحاد واعضاء نادي الصيد اعضاء مجلس اداره نادي الصيد بيشاركوا في تسليم الجوائز لطبعا نادي الاهلي المركز الاول لكاس مصر، وطبعا المركز الثاني نادي الصيد اللي احنا بنهنيه وبنقول له هارد لك، الحقيقه قدم مباراه جيده، وايضا في المركز الثالث نادي الزمالك. خلينا اقول لحضراتكم ان مباراه النهارده على قد ما هي كانت يعني بشق الانفس تعبتنا نفسيا، ولكن عصبيه مش نفسيا هي بسطتنا، ولكن الفوز في الاخر بيبقى طعمه حلو يا كابتن. طيب خلينا نروح لمعلقنا الكابتن محمد عفيفي عشان يقول لنا من ارض الملعب الاحداث ومراسم تسليم الجوائز. اتفضل عزيزي محمد. شكرا كابتن هيثم سعيد، شكرا لضيفتيك محللتين الكريمتين كابتن انجي شامي كابتن ندى ايمن. بالتاكيد الف 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 مبروك ليكم جميعا، و دائما مع بعض في انجازات وانتصارات والقاب وارقام، ولسه ان شاء الله باذن الله هنكون مع بعض في تتويج رجال النادي الاهلي
بلقب كأس مصر على مستوى الرجال اللي ابتدى النهارده مشواره امام الشرقيه للدخان، والمواجهه اللي كانت ما بينهم ما تاكدناش من النتيجه، لكن باذن الله يكون الاهلي تفوق علشان يستمر في السلسله حتى قبل يوم 21/6 والنهائي الكبير المنتظرينه في وجود النادي الاهلي، وقد يكون ديربي جديد امام نادي الزمالك ننتظر. المهم احنا بنلعب على اللقب النهارده، فتيات النادي الاهلي فتيات الذهب يزيدنا الغله، وكفايه انه نهله سامح كابتن وقائد النادي الاهلي لقبها النهارده رقم 47 في مسيرتها الاحترافيه مع الفريق الاول، واللقب رقم 17 في كأس مصر بالنسبة لها. والكابتن حمدي الصافي اللي النهاردة عمل مجهود كبير على المستوى الفني والتكتيكي، صحيح كان فيه أخطاء كتير فنية وتكتيكية، لكن اشتغل مع لعيبته وقدر ان هو في الأخير يكسب مباراة النفس الطويل والتحدي الكبير، وقدر انه يفوز بهذه المباراة 3-2 على حساب نادي الصيد المجتهد مع الكابتن أحمد فتحي، الراجل العنيد الحقيقة مع أفكاره ولعباته اللي كانوا اتبنوا على مدار سنين، لكن قدر ان هو يعمل مباراه كبيره النهارده امام الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش النادي الاهلي، واستمر في انه اصبح وما زال وسيظل باذن الله الاهلي هو الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش في كل المباريات والبطولات. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي كان حاضر المباراه رئيس النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي و جمهور النادي الاهلي العظيم اللي موجود في كل مكان احتفل النهارده، واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي كانوا موجودين وبيتابعوا هذه المباراه، وكل المريدين والمحبين لتفوق النادي الاهلي. المركز الثالث نادي الزمالك بتفوقه 3-1 على نادي سبورتنج السكندري ما قبل هذه المباراه هنا في صاله مونديال بنادي الشرقيه استرن كومباني. على فكره بمناسبه بس نتاكدنا من معلومه انه هو ما اسموش الشرقيه للدخان، اسمها الشركه الشرقيه، صاله نادي الشركة الشرقية، مفيش الدخان ده جزء من حاجة يعني في حاجات في منتجاتها يعني، من ثم هي الفكرة انها اسمها الشرقية بس، فعموما ده غير الشرقية بتاعتنا طبعا في بلدنا الجميل اللي موجودة في شمال مصر. عموما الزمالك مركز ثالث وميدالية برونزية بعد ما كان مركز ثاني في الدوري بأيدي لاعبي بأيدي لاعبات النادي الأهلي لما تفوقنا في آخر جولة على حساب نادي الصيد، والصيد كان ثالث وسبورتنج رابع في الدوري. المرة دي البطل واحد لا يتغير بإذن الله وبفضل الله طبعا، لعبات النادي الأهلي فتيات الذهب المركز الأول دوري وكاس والثنائية التاريخية، والمركز الثاني في هذه المرة نادي الصيد اللي تفوق على الزمالك في مشواره 3-0 هناك في ملعبه بمئة عقبة علشان ينافس النادي الأهلي بشكل كبير، ولكن في الأخير الأهلي الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش، عنده طيارات ومطارق بتوجع ملعب أي غريم، وفي الأخير الأهلي يتفوق 3-2 والصيد قدم مستوى استثنائي وخيالي يذكر ويشكر بالتأكيد، وعمل منافسة وحالة في هذه المباراة، مباراة كانت كبيرة ومثيرة، ولكن في الأخير خلص النادي الأهلي 19-17 الشوط الفاصل والحاسم 3-2 الأفضلية أهلوية، وننتظر بقى نجمات النادي الأهلي. إذن الوحش يظهر من جديد في ظهور لنهله سامح عبد القادر وشروق محمد فؤاد وندى وليد وأي حمدي الشامي، وامامنا هنا نرمين المنشاوي وشروق محمد فؤاد ومايا ممدوح وساره امين، وقلنا نرمين المنشاوي وقلنا أي الشامي وكمان مروه مجدي وناتاليا فرنانديز المحترفه البرازيليه في تشكيله النادي الاهلي في هذا الموسم، ومي غزال وملك مرجان وسلمى سعد وفريده الحناوي وايات ياسين اللي ما شاركتش النهارده في هذه المباراه رغم انها كانت في السكور بتاع المباراه، وايضا الغائبات بتاع المشاركه في الكره الطائره الشاطئيه دعاء الغباشي واللاعيبه طبعا فريده العسقلاني وكل اللاعبات حتى اللي بره المباراه وما جوش مع الفرقه، رحمه حسن المهندس ودانا شوقي البصير الثالث في تشكيله نادي الاهلي، وتحيه تحيه لكل لاعبات النادي الاهلي، وننتظر رفع الكأس باللقب والذهب. الدكتور سامح حمدي المسؤول عن اللجنة التي تدير الاتحاد المصري للكرة الطائرة واحد ابناء النادي الاهلي بالتأكيد، يسلم نجمة الذهب وفتاة الذهب الاسطورة الحية في عالم الكرة الطائرة النسوية المصرية والاهلوية نهلة سامح عبد القادر. يا مشالت يا مشالت، ده اللقب ال17 في الكأس زي ما عندها 17 لقب بلقب هذا الموسم في الدوري، قصة أهلوية في عالم الكرة الطائرة النسوية المصرية والأهلوية والعربية والإفريقية والعالمية، والأهلي الأكثر من يتوج بالألقاب في العالم رجال وسيدات،
مبروك للنادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي. الصوره الجميله، الكاس للناس بعينها، الكاس الاهلي الصفوه، الكاس للنادي الاهلي وفتيات الذهب، فتيات النادي الاهلي الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، واللقب في الجزيره. قلناها من بدري، تعبنا شويه في المباراه لكن في الاخير حسم الامر، واللقب الكبير اللي دايما بيشيل التيل. مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم ومجلس ادارته وكابتن محمود الخطيب، وننتظر باذن الله تتويجات كثيره في الفتره القادمه. شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي. نعود من جديد للاسود التحليلي، الكابتن هيثم السعيد، الكابتن انجي شامي، والكابتن ندى ايمن. الى اللقاء مع فرحه جديده. اوه اهلاوي. شكرا معلقنا الكابتن محمد عفيفي. اذا الاهلي البطل، الف مليون مبروك، اللقب 34 في تاريخه ككاس مصر للسيدات، الف مليون مبروك كل الفرقه. الحقيقه اديتوا اللي عليكم، والاهلي يستحق الكثير، صدقوني والله الاهلي يستحق الكثير والكثير. هذه المنظومه والمؤسسه الكبيره من جهد وتفاني، وزي ما حضراتكم شايفين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، استاذ محمد الجرحي موجود كمان في الملعب، يعني الحقيقه كل اعضاء مجلس الاداره بيدعموا الفرقه، يعني في الفرقه دي وفي ثقه حتى اثناء المباراه واحنا متاخرين كان عندنا ثقه الفرقه دي تكسب. الف مليون مبروك، النادي الاهلي يستحق المزيد والمزيد من المكسب. اللحظات دي جميله جدا جدا، يعني فرحه اللاعبات، وبيكون المكسب جميل حتى بعد ما تكسب بعد عناء. لحظات هيفضل يعني يفضلوا يفتكروها سنين، خاصه ان كانت في ظروف صعبه وموسم استثنائي، كان في توقفات كتير جدا جدا تاثر على اي فرقه في الدنيا، ولكن كانوا هم عند الموعد وفازوا بالدوري والكاس الثنائيه ان شاء الله. والسنه الجايه لما تتحسن الامور ان شاء الله اكيد هيبقى دوري وكاس وافريقيا باذن الله. شكرا لكل اللاعبين الحقيقه ادوا اللي عليهم، منظر جميل. وما ننساش نشكر الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد اللي الحقيقه اصر على استكمال الموسم بالشكل الجميل ده، ونشكر كمان المسؤولين عن صاله الشركه الشرقيه زي ما زميلنا محمد عفيف وضح لنا على استضافه هذه المباراه بالشكل الجميل ده، نشكرهم اكيد، وبنشكر كل من ساهم في اخراج المباراه بالشكل ده. الف مليون مبروك، هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي يستحق الكثير زي ما بقول لحضراتكم، وجمهوره لا يشبع بطولات، وكما عودنا النادي الاهلي هيكون عند المكان وعند الزمان. ونتمنى ان شاء الله فوز الرجال ايضا بكاس مصر، والنهارده فزنا في اول دور ال 32 على شرقيه الدخان، وتوجهنا الى دور الثمانيه، دور ال 16 اللي قابل الطيران باذن الله، واكيد هتبقى فرحتنا تكمل لما الرجال يحصلوا على كأس مصر. هذا هو النادي الأهلي، فرحة دائمة، كل يوم بطولة، كل يوم إنجاز، والعمل دائما بيمشي في النادي الأهلي في إخلاص وصمت. يعني أرجع برضو يعني لضيوفي، يعني بيتهيألي منظر حلو جميل جدا. طبعا طبعا بنبارك لهم، يعني دائما محققين ألقاب، وأنا بحب أبارك طبعا أنا النهلة الأول، يعني طبعاً نهلة طبعا نهلة يعني رمانة الميزان في الفرقة دي، وما فيش غنى عنها في أي وقت من الأوقات، أي وقت صعب هتلاقي نهلة موجودة أكيد. هتحتاجها أي وقت هتلاقيها. أنا آسف قطعتك أعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل سريع وأرجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا احتفالنا، مش تغطية بقى، احتفالنا بفوز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة سيدات، ولكن بعد الفاصل. ألف مليون مبروك، ليلة من ليالي طبعا النادي الأهلي، وحصول بطولة على بطولة غالية كمان، اللقب ال 34 في تاريخه كأس مصر للكرة الطائرة سيدات. كابتن إنجي ألف مليون مبروك، يعني هدي لحضرتك كده وقت يعني تتكلمي وتقولي مباركة يعني بمناسبة حصولنا على كأس مصر. طبعا أنا ببارك للجهاز الفني والإداري وكابتن محمود، جمهور اللعيبة طبعا واحد واحد، ببارك طبعا لآية. أنا عارفة هي تعبت كتير قوي الفترة اللي فاتت وحاولت تعمل اللي عليها، وأظن النهاردة كان باين جدا الحمد لله اللي هي عملت اللي عليها وزيادة. نهلة طبعا، نهلة من الجيل القديم اللي مش هيتعوض تاني، رمانة الميزان زي ما ندى قالت، اللي هي اللي بتلم الفرقة، كابت الفرقة، كل البنات اللي عملوا اللي عليهم كلهم، سهيلة اللي غيرت مجرى الماتش، يعني الفرقة كلها بصراحة الحمد لله عملوا اللي عليهم، أدوا اللي عليهم. طبعا احنا كنا مستنظرين أحسن من كده، بس طالما كسبنا خلاص يبقى احنا خلاص الحمد لله، فكده الحمد لله. يعني ألف مبروك ليهم كلهم. ألف مبروك كابتن ندى. أنا طبعا مش هزود حاجة يعني على كلام إنجي، وألف مبروك طبعا لمجلس الإدارة وللنادي والجمهور وللبنات اللي تعبوا طول الموسم، الحمد لله إن هم ختموا الموسم بالشكل اللي يليق بيهم وبالنادي، ودايما عند حسن ظننا، وبارك ليهم كلهم واحده واحده. يعني زي ما انجي قالت كلهم عملوا اللي عليهم وتعبوا طول الموسم، موسم طويل وكله توقفات
وبطولة لسه من أسبوعين كانوا بيلعبوا نهائي والنهائي النهاردة تاني، فهو برضو في ضغط كبير عليهم، بس الحمد لله إن هم قدروا يكونوا قد المسؤولية وقدروا يفرحونا كلنا النهاردة، وألف مبروك ليهم. ألف مبروك كابتن ندى أيمن نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقة، بشكرك شكرا جزيلا نورتينا. شكرا لك يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. شكرا كابتن إنجي الشامي نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقة، بشكرك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا. شكرا يا كابتن، ميرسي. أعزائي المشاهدين، الحمد لله كسبنا نهائي كأس مصر أو بطولة كأس مصر، خلاص بقت عندنا إن شاء الله في المرة أو اللقب 34 في تاريخنا. انتظروا إن شاء الله في تمام العاشرة المهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابة، ونعتذر لحضراتكم على تأخير البرنامج، ولكن زي ما حضراتكم عارفين كنا بنغطي هذا الحدث الكبير، ولكن انتظروا البرنامج في تمام العاشرة وأنا هقعد أتفرج على البرنامج معاكم إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظروا الأبطال، أبطال الكرة الطائرة سيدات معنا بعد بكرة في برنامج الأبطال. بشكركم على حسن المتابعة، ودائما النادي الأهلي هم الأبطال.